عامر بن عبيد بن بعيران المري 6 دقائق و5 ثواني جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، نجدد لكم التحية في هذه الانطلاقة لشوطنا إذن 19 في مجموع الأشواط، والشوط 19 الذي انطلق في هذه المسيرة الذي خصص للقاية القعدان. إذن المحليات الأصايل لأبناء القبائل في هذا اليوم الجميل، نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع الصدارة، نتابع مسيرة هذا الشوط والأربعة كيلومترات الحاضرة بهذا الأداء الجميل. وهنا على الصدارة وعلى المقدمة حشيم، من يأتي على الصدارة الراشد بن غانم بن مصر بالقوبع المنصوري، وهناك مولع لمحمد بن يمي اللوهيبي، من يأتي على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث سراب حمد بن خويتم بن بخيت العامري، ووصول هنا في هذه اللحظات من شاهين خالد بن راشد السيد أحمد بن راشد بن حبوة الحميري، ووصول هنا من الواعي للسيد حميد بن مطر بالكوس، وأيضا القادم هنا بهذه اللحظات الجميلة والانطلاقة المتميزة بهذا الأداء. حمدان بن حمد بن راشد بن غدير من وصل في هذه اللحظات، ولكن شاهين على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول للسيد أحمد بن راشد بن حبوة الحميري، على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. سلام سويحان، سلام، وهاي لحظة وصوله إلى خطنا المركز الثاني. شاهين للسيد محمد بن سلم محمد جعفر المركز الثالث، حمدان بن حمد بن غدير المركز الرابع من وصل في هذه اللحظات، ايضا محمد بن بخيت ايضا من وصل على المركز الرابع، والمركز الخامس من وصل هناك ايضا صيب بن سلم بن عمري. ولكن نعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني في هذه اللحظات ولحظة الوصول من شاهين الى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس. تهانينا للسيد احمد بن راشد بن حبوة الحميري ب6 دقائق 8 ثواني 4 من الاجزاء من الثانية، توقيته الزمني. تهانينا والناموس، والتهاني لأهالي سويحان.